كل اللي فيها ان الاخوان كانوا راكبين الاسطح وهم اللي بيضربوا. هو ما حدش مات وقتها بالنهار، لكن اللي اتمكن بالليل صح، كان في وفيات حصلت. محدش مات خالص، والواقع بيقول كده والقضيه بتقول كده والاوراق، وجبنا اوراق اللي الناس دي ماتت بره القصه، يعني واحد مات مش عارف فين يروحوا جايبينه ورامينه في ميدان التحرير. طب الناس ماسكينهم ليه؟ بيضربوهم ليه؟ يعني هم دول مثلا راقصين وجايين يعملوا كرنفال شعبي في المظاهرات، انت شفت هم داخلين على سمير بيه؟ شفت اه، كنت موجود. طب كويس كنت موجود. كنت موجود اه كويس قوي. شفت الحرس الجمهوري وهو واقف صفين بسمح لهم بالدخول؟ هو ما سمحلهمش. بص يا جورج بيه، ما سمح يعني احنا عايزين نقول الحقيقه ولا نقول يعني كلام يرضي الناس اللي هم متآمرين؟ مش عايزين نرضي الناس، مش عايزين نرضي الناس، واخد بالك. هو في اليوم ده الناس اللي دخلت دي من جنب الدبابات دي ناس عايزه تختصر، دي كانت حوالي 450 كاريتا وحصان وجمل راحوا مدن مصطفى محمود، وهم ماشيين عدوا على مسبيره ومروحين. جزء منهم دخل غلط الميدان وماتوا بالضرب، دول هم اللي ماتوا بالضرب. ومحدش قال لحضرتك ان كان في يعني ناس دخلوا للسيد فتحي سرور في مجلس الشعب وقالوا له كله تمام يا استاذنا وفي مش عارف ايه حصل ايه في ميدان التحرير وكده؟ ما هو ده المؤامره، ده فكر المؤامره يا استاذ جورج، فكر المؤامره. لا لا، بص حضرتك، انا شخصيا رايي ان التحريات يعني فيها عوار شديد جدا. هو في تحريات ولا في حاجه؟ في قضيه، القضيه خالد براءه بطل القضيه دي بقى الحقيقي، بطل القضيه. بص دي بص يا استاذ سمير، بص حضرتك، انا شفتها مليون مره، شفتها على الواقع، وجوههم باينه، بيضربوا اهو، بيضربوا الناس اهو، بيضربوا الناس. طب ممكن يا استاذ سمير نعرف حيثيات البراءه كانت بناء على ايه؟ حسيات البراءة ان طبعا اي براءة بتتكلم دايما على اليقين. تمام. والدليل مفيش. تمام. دليل اولا ان مفيش حد مات، ما ثبتش ان في حد مات. تمام. ما ثبتش ان في واحد من الناس اللي هم المتهمين دول ال 25 دول، مفيش واحد فيهم ثبت انه ارتكب جريمة. مفيش حد فيهم ارتكب جريمة. يعني رجب هلال حميدة، الشيخ رجب هلال حميدة ده، انا كنت مقيم معاه في المكتب بتاعه يوم الواقعة، لان المكتب بتاعه بباب اللوق بينه وبين ميدان التحرير 15 متر. وكلنا كنا موجودين، وفوجئنا ان بعد كده واحد اسمه جمال تاج والبل تاجي وصفوت حجازي كانوا بيجيبوا الناس في عابدين كاتبيهم شكاوي، والناس دي جت عدلت اقوالها في المحكمه وغيرت شهادتها. لا اللي هي ايه؟ اللي هم اللي شهدوا ان ده كان بجيب ناس وتضرب وتموت ومش عارف ايه والكلام الكذب اللي اتقال ده. جم الناس دي في المحكمه وانا طلبتهم وجم وعدلوا اقوالهم وتحولوا من شهود اثبات الى شهود نفي وقالوا ما حصلش. دول من الاخوان ولا دول ناس عاديه كانوا بيجيبوهم بيدوهم فلوس وقالوا ان احنا خدنا فلوس من يعني بيدوهم فلوس عشان يرفع صور مبارك ولا بيدوهم فلوس عشان ايه؟ ما هو يرفع صور مبارك دي احنا مالناش دعوه بيها بقى، خلاص الدنيا اتحسنت. هو جاي يضرب، هو جاي يضرب عشان عايز يبوظ المظاهره بتاعت يوم ده. كان يوم كام؟ ده يوم كام؟ اثنين فبراير. اثنين فبراير يعني كانت المظاهرات موجوده يوم خطاب حسني مبارك. نعم يعني كان حسني مبارك اه كان موجود طبعا. اه خطاب حسني مبارك يعني انت تفتكر ان اعضاء الحزب الوطني ما كانوش بيدافعوا عن حسني مبارك في المعركه دي؟ ودي مؤامره جورجي بيه، انا مش هاجاريك في الكلام ده. ان تقول لي بقى حسني مبارك وحزب وطني، احنا مالنا ومال الحزب الوطني؟ ما هو دي الجريمه مرتبطه بيها. ما فيش جريمه، لان دول المحرضين. ما تقولش عليها جريمه. نعم جورجي بيه، ما تقولش عليها جريمه لانها خدت براءه. والله اه البراءه عنوان الحقيقه.